بسم الله. الجماعه دول كانوا فاطرين سعيد وعلي وعم معتز وعبد الرحمن. وين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما عودناكم ايه، بنوريكم حياتنا كده على الطبيعه. النهارده يوم علني، يوم الاثنين 12 رمضان. عم معتز قال لنا هاتوا فراخ. انا سالت على اللحمه، لقيتها ب 260 فاستغليناها، جبنا فرخه بثلاث رجول، كتناها بايظه بس احنا سويناها مع شويه بطاطس، مع شويه بطاطس من ايه؟ من اللي هم كانوا بجيب مننا امبارح. تمام. وشويه سلطه فريش اهو، وربنا فرخه دي فراخه ايه، شايفين عامل ازاي فرخه. وزع بقى علينا عم معتز بالجسم الحاسم، انا اللي طبخت وسعيد كان نايم، وعبد الرحمن بجد هنوم. ايوه انا عملت السلطه، يبقى انا بقى عملت كده. احنا مش عاوزين نزور، الناس هتشوفنا. ما بوزعش حاجه. لا وزع بص يا جدعان، عايزين نصور نصور نديكوا العقد. لا العقد دي مش هناكل النهارده. ها؟ العين جاعت. يلا اشتغل يلا. قسم عم معتز. معرفش انا انت كبير يا اخي. ايوه بس ما شاء الله. هو الهزار هينفع؟ مش عارف هو يصور ولا يعمل ايه. يا عم يلا ماشي. بسم الله. الجماعه دول كانوا فاطرين سعيد وعلي وعم معتز وعبد الرحمن. وين؟ بطاطس ورز وفراخ وفرخه. فرخه بس انا شايل باجيتها يا جماعه، عشان ما حدش يقول دي فرخه صغننه. لا انا شايل باجيتها. يبقى لسه هدوك تاني. وسلطه، شويه سلطه بس من اللي قلبك يحبه. بوم. الله علينا الله. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ورمضان كريم علينا وعليكم بالخير. احلى تحيه لعم معتز، واجهه بلدنا الهندسه، وسعيد السليم وعلي نصر الحرش بتاعنا، الواد الشاجر اللي ملوش من اللي ملوش توأم، الواد اللي ملوش توأم اللي مطلع عين امي طول النهار. خلاص يا جدعان، وانت كتر الهزار ودانا في داهيه. خصم اسهل كلمه بنسمعها في عمرنا الخصم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب يا جماعه، عشان نوريكم كل فيديوهاتنا. ومعلش بقى على التصوير والصوت لو مش واضح، قولوا لنا. ختمنا حلقتنا بالصلاه والسلام على رسول الله. ومعلش يا باشمهندس وليد بقى، ما شلنا لكش ورك ولا حاجه، بس معلش انت اللي اخرت، وربنا باخر في الاكل من امبارح ان تيجي وانت ما جيتش. حظ هندسه. عايزين هندسه.